بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرؤيا جميلة في رموزها. جاء رجل إلى معبر وقال: رأيت أن في يدي الخاتم وعليه صفرة، تعلوه صفرة، إلا النقش فإنه سلم من تلك الصفرة. فأول الصفرة عندهم تؤول بالمرض، قال: هذا مرض يصيبك لكن تنجو منه نفسك. فأول الصفرة بالمرض، والنقش الذي لم تصبه الصفرة بالتصحيف والتحريف يصبح النقش النفس، فتسلم النفس، يعني يمرض لكن لا تذهب نفسه وينجو من ذلك إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم.